مقابل من ورث أو من مصدر أقرب جد بنيابة الفاعل له نائب أول وله ثلاثة نواب آخرون. قال وقابل من ورث، والورف الذي يقبل النيابة عن الفاعل بنيابة حالية حقيقة، والجار والمجرور كذلك والمصدر كذلك. يقع الظرف نائبا عن الفاعل إذا كان متصرفا مختصا. طبطنا المتصرف هو الذي يقع في أوجه الأعراب المختلفة، لا يلازم الظرفية. كرمضان تقول صيم رمضان صيم عاشوراء، ظرف متصرف. بخلاف أمام وخلف ويمين وقدام وقط وعوض وإذا لا تخرج عن الظرفية، إذا لا تصلح أن تكون نائب عن فاعل، لأن شرط النيابة عن فاعل قبول الرفع. ومختص لا بد أن يكون في التحدي عن فائدة، لا تقول صيم يوم وليس في فائدة، كلمة صيم تدل على اليوم. يقع الاختصاص والفائدة إما بتعريف صيم رمضان أو بإضافة صيم يوم حار، قصد النعت صيم يوم حار، أو بإضافة صيم يوم الجمعة يوم الاثنين. هذا انتهينا الظرف. أو المصدر، المصدر يقبل أن يقع نائب الفاعل يقع النيابة إذا كان متصرفا ومختصا، نفس العبارة. التصرف قبوله كونه لا يلازم الانتصاب على المفردية المفرقة، سبحان الله أو ريحان الله معاذ الله، لا يقع أي معنى فاعل لأنه ملازم على الانتصار على المصدرية. تقول هجم هجوم عنيف، هجم هجوم الأبطال، حصل الاختصاص بنعت أو بإضافة أو بتعريف. والمصدر المتصرف يقع في وجه الأرض تستطيع أن تجعله فاعلا نائب فاعل. نمثل رمضان الذي قلناه أولا، نقول رمضان شهر كريم وقع مرتدى أنت أحببت رمضان، نقول به انتظر إلى رمضان وقع مجرى، وقع في وجه الأرض مختلفة ويقع تصرفية. أو حرف جر أو مجرور حرف جر، كان عليك علي أن يقول أو مجرور، لأن هذا مذهبه أن النائب عن فاعل هو المجرور، وقال بعضهم الجار وقال بعضهم ما معه ولا أسهل. كذلك يجر يقع المجرور نائب فاعل إذا كان متصرفا ومختصا. التصرف ألا يجره حرف جر يلزم حالة واحدة كالواو والباء والتاء التي لا تسمى إلا بقسم، وكخلاء وعداء وحشاء التي لا تصل بالاجتماعي، وكرب والكاف التي لا تجر إلا الظاهرة، والكاف التي لا تجر إلا الظاهرة، ومنذ التي لا تجر إلا الوقت. كل هذه مجرور هذه الحروف لا يقعون على الفعل. مثال ذلك تقول كتب بالقلم، الباء حرف متصرف يجر الظاهرة والمضمرة والمعرفة والمنكرة. وتقول جلس في الحديقة، جلس في الحديقة كتب بالقلم وهكذا، ويكون مختصا تختص في التحدي عن الفائدة. لا تقول جلس في حديقة، هذا ليس مختصا، تقول جلس في الحديقة حصل الاختصاص بالتعريف، جلس في حديقة واسعة حصل بالنعت بالوصف، أو جلس في حديقة المنزل حصل الاختصاص بالإضافة. أنا كل معنى قولي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة، هذا كله متبع. ولا يرد بعد هذه مفعول به، يقول الفقهاء يا حضر ما هو بطل التيمم، إذا وجد المفعول فهو أحق. تقول ضرب زيد في الحديقة يوم الجمعة ضربا شديدا، لم يقع أي من هذا إلا فعل لأن المفعول وجد. هذا ما قوله ولا ينوب بعض هذه وجدها، وقد يرد مع ذلك قد يرد. مثال ذلك قراءة بعضهم قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. قالوا النائب عن الفاعل بما كانوا يكسبون للمفعول بذكر منصوبا. قال لم يعن بالعلياء إلا سيدا، قال النائب الفاعل بالعلياء وسيدا بقي منصوبا. قال وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، معنيا اسم مفعول يرفع نائب الفاعل، وقال نائب الفاعل بذكر وقلبه بقي منصوبا مفعولا به. فقال بعضهم لا شاهد به لأنه ضرر شرعي. وباتفاق
مضاف قد يلوذ الثاني منه باب كساء باب كساء وأعطاء وسالة أفعال تنصر مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر فتقول أعطى زيد درهما وتستطيع أن تقول أعطي زيدا درهما جاءت الثانية نائب فعل لا شيء فيه والابتلاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمم إما التباسه تقول أعطيت زيدا عمرا أعطيت زيدا عمرا كل من الله يصفه زيد شخص سألك وعمر عبد عندك أعطيته له كل من يصفه آخرا ومأخوذا فتقول بسهولة أعطي زيد عمرا الذي رفعته هو الآخر في المعنى هو الفاعل المعنى إذا لا يجب أن تجعل الثاني نائب فاعل لأنه يقع لبسه يظن أنه الآخر وهو مأخوذ مثال ما ليس فيه كوسية زيدا جبة جلس فيه الفاعل ما نرى في باب ظن رأى المعنى اشتهر قال الباب ظن لا 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 يجعل فيه المعنى الثاني نائب فاعل تقول ظن خالد عمرا شجاعا لا تقول ظن عمرا شجاع قال ابن مالك هذا ما قرر ابن حاتم وقال ابن مالك انا لا امنعه اذا لم يكن هناك لبس لو وجد لبس كيف يقع اللبس تقول ظننت زيدا خالدا لاحظ ان زيد مشبه بخالد لاحظ ان الشرف لهذا ظننت زيدا خالدا اذا قلت ظن زيدا خالد صار مشبه هذا هذا وقع في لبس لذلك ان تجعل مشبه نائب فاعل فتقول ظن زيد خالدا واضح أنا قوله بعد وأن رأى أن اشتهر ولا أرى من عنده قصده كذلك أرى نسيت أقولها أرى كما تعرف نصف إلى المتاعي تقول أرى خالد عليا الحق واضحا أرى خالد عليا الحق واضحا قال لا تفعل الحق لا يفعل لا تقول أري خالدا الحق واضحا قال لا يجوز هذا قل لا تقول لا حرج فيه لكن لو قيل لك أرى خالد عليا محمودا سعيدا محمود من سعيد قال لك هنا يمنعه وما سوى النائب مما علق هذا الرافع النصب له محقق ما سوى النائب العامل في العربية يرفع معمولا واحدا وينصب بلا حدود ويجر معمولا واحدا فتقول سير بزيد يومان مرسخان سيرا طويلا يومان ورف زمان مرسخان ورف مكان سيرا طويلا مصدر نصبت الجميع لأنك جعلت بزيد هو نائب الفاعل وتقول سير بزيد كيف قلت يومين أنا قلت البرز غير سير بزيد يومين فرسخين سير شاي الأصل وما قلت هو خطأ وتقول بعكس ذلك سير بزيد يومان فرسخين سيرا طويلا جعلت ورف الزمان نائب الفاعل وتقول سير بزيد يومين فرسخان سيرا شديدا وتقول سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا اللي جعلته نائب الفاعل والبقية صفر